مساء النور، رئيس الكتلة البرلمانية سابقا، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد دنفيسي. لما نتحدث الآن عن حالات الانسداد وكنا تحدثنا عليها سابقا، كان هناك في عدد من البلديات التي عاشت هذه الحالة، اليوم تتشعب إلى مجالس محلية أخرى، وأسباب تبقى ربما هي في خانة الصراعات الدائرة بين الأحزاب السياسية المتواجدة داخل هذه المجالس المحلية. فالاجتماع الذي حضرتموه إلى ما خلص إليه؟ هو في البداية هذه يعني ظاهرة ليست جديدة في الحياة السياسية، وإنما هي ظاهرة مكررة. نعم. قلت يعني في الحقيقة يعني السبب تاعها في الغالب ليس صراعات حزبية محلية بالدرجة الأولى، بقدر ما تكون صراعات في بعض الأحيان شخصية، في بعض الأحيان عشائرية، وفي بعض الأحيان حتى يعني انتقامات. ولما كثرت هذه الظاهرة وأصبحت تؤثر على مصالح السير العادلة للبلديات ومصالح التحقيق والتالي خدمة الصالح العام، كان لابد من هذا اللقاء التنسيقي للاحزاب التي تمثل يعني اغلبيه المجالس الانتخابيه، ويمكن التوسع الى باقي يعني مكونات الساحه السياسيه في لاحقا. الهدف هو كيف تساهم الاحزاب السياسيه عن طريق تعليماتها، عن طريق مسؤوليها المحليين وبتوجيهات المركزيه لتخفيف او لفك هذا الاحتقان في البلديات، خاصه انه بعض الصراعات يعني في قضايا بسيطه ويمكن يتحلها سهل. فأردنا أن تكون لنا مساهمة كأحزاب في فك هذه الانسدادات و المجالس اللي انتهى المنتخبة من أجل الاهتمام بالتنمية وبمصالح المواطنين. طيب، في نظركم هل اليوم المنتخبون المحليون سيستمعون حلول الأحزاب السياسية المنخرطة فيها؟ لأنه اليوم في الأخير فهي المصلحة التي تضررت من خلال هذه الخلافات والصراعات الموجودة على مستوى المجالس المحلية. المتوقع أن أغلبية المنتخبين باعتبار أنهم يمثلون تشكيلات سياسية، وجزء منهم أكيد يعني مناضلين وأصحاب طموحات انتخابية، ومصلحة يعني ضغط الواقع والظروف التي تمر بها البلاد والاستحقاقات التي مقبل عليها البلاد، نتوقع أن يكون هناك استجابة من قطاع كبير من هؤلاء المنتخبين للتعليمات المشتركة التي تنزلها وترسلها القيادات الأحزاب. احنا الآن اشترعنا في المرحلة الأولى، هي مرحلة الإحصاء التي ستمتد على مدار أسبوع عن طريق المكاتب الولائية للأحزاب، ثم بعد العيد إن شاء الله لما نلتقي سننتقل للخطوات الأخرى التي هي بداية تفكيك، تعالج حالة بحالة لأنها ليست على شكل موحد. فنحاول أن تكون هناك تدخلات عن طريق الولائية، وأكيد أصحاب الولاء من نضال الحزبي المنضبطين الحزبيين سيسهلون هذه العملية. في بعض الأحيان تكون قضايا شخصية ويعني ليست لها ابعاد سياسيه وحزبيه، وانما هي ابعاد شخصيه وعشائريه، اكيد سنعالجها حاله بحاله بمحاوله تشكيل لجان مشتركه والتواصل مع الاعيان ومع السلطات المحليه. واللي نظرت لنا بعض الحالات يعني يمكن يكون فيه انسجام تاع المجال، يكون فيه انسداد ثم بعد ذلك تكون مراجعات وينسجم المجلس باغلبيه، ولكن تبقى هناك قرارات اداريه لم تصدر من اجل مواكبه تلك الحلول التي اقترح المنتخبون. هذه جزء ثاني ايضا سنحاول مع السادة الولاة في مثل هذه الحالات من اجل تسريع اصدار قرارات رفع التجميد عن هذه المجالس، حتى نعطي على الاقل احنا يعني بقيه المجالس. تبقى اذا كان حدثت هناك استثناءات وتعنت اكيد القانون يخول للساده الولاة في ممارسه سلطه الحلول التي يخولها القانون من اجل ضمان السير الحسن لمؤسسات الدوله ولتحقيق مصالح المواطنين. طيب، في هذه النقطه بالذات اللقاء والتحالف الحزبي هل سياتي باكله؟ هذا هو السؤال المطروح، لانه اليوم تقريبا الأحزاب التي لديها الأغلبية على مستوى البرلمان هي ما التي التقت يوم أمس، ويمكن أن تتشعب إلى أحزاب أخرى. فهل سيجد أو ستجد الأحزاب السياسية المجتمعة حلولا رادعة لمثل هكذا ممارسات، مثل ما تحدثت في عدد من المرات تكون شخصية لكن انتمائها يكون للحزب؟
نحن نتوقع ان ان شاء الله يعني نتوقع ان هذه المبادره ستكون عندها نتيجه، لانه يعني هذه الاحزاب تمثل المجالس المحليه المنتخبه، ويعني جزء من هؤلاء المنتخبين قلت مناضلين، وجزء اغلبيه فيهم عنده هذا الحس الوطني باولويات الوطن وصعوبه المرحله واهميه تفعيل مشروع التنميه، خاصه وقد مضت يعني نصف العهده الانتخابيه انتهت، وبالتالي اكيد جزء نتوقع جزء كبير سيتم حلحلة الوضعية في هذه البلديات. وقلت إذا كان استعصى الأمر في بعض البلديات لكل حادث حديث، لكن النجاح هو الذي سيكون هو الغالب بإذن الله في فك هذه القضايا وهذه الإشكالات. شكرا جزيلا لك سيد سعيد النفيسي رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كنت معي عبر الهاتف، جزيل الشكر لك. عفو. وصلت لي أخبار